دوامة العنف تعود مجددا إلى غردايا بعد أشهر من الهدوء النسبي الهش. أجواء من التوتر والاحتقان عادت لتسود أغلب مناطق هذه الولاية. فحالة الاستقرار هذه المرة لم تقتصر على سلم الغليان الشعبي، بل تعدته لتطال من يفترض فيه القيام بواجب توفير الأمن ووضع حد للإنفلات الحاصل هناك. خروج عناصر من الأمن الوطني إلى شوارع غردايا احتجاجا على ما اعتبره أوضاعا قاسية يعانيها أغلبهم هناك، ألقى بظلال جديدة على مشهد الأزمة المستعصية التي قاربت على إتمام عامها الأول، وفي ظل ما تعيشه فصول الأزمة من تعقيدات دراماتيكية. نتوقف مشاهدينا في هذا العدد من حصة قراءات عند الأسئلة التالية: هل فشل خطوات في احتواء الأزمة المتصاعدة في غردايا مرده خطأ في توصيف حقيقة ومنطلقات موجة العنف المسيطر هناك؟ أم أن عدم تشخيص المشكل بشكل صحيح هو سبب التباين بين المقاربتين السياسية والأمنية؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج قراءات، نخصصها اليوم للحديث عن ملف غردايا. من وراء هذا الحديث نهدف إلى تسليط الضوء وإثارة جوانب معينة في النقاش بعيدا عن كل أشكال الفتنة والإثارة. لمناقشة هذا الموضوع أسعد وإياكم مشاهدينا الأفاضل باستضافة زملائنا الإعلاميين وأيضا ممن على اتصال بيعني هذه القضية. اهلا وسهلا بك سي العربي زواق. مساء الخير سي سمير. مرحبا، اهلا وسهلا بك سيدي، كما ارحب بالاستاذ حاج داود نجار مدير اسبوعيه الواحه. اهلا وسهلا، مرحبا بك في بلاطو قناة الجزائر، كما أرحب بك الأستاذ خنيسة أحمد أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الجزائر. شكرا على الاستضافة. العفو سيدي، وأيضا أرحب بالأستاذ عبد الوهاب جاكون مدير يومية لانوفير بيبليك. مساء الخير. نعم، إذا متابعة هذه التطورات ومحاولة معرفة يعني جديد هذه الأزمة التي يعني تثير الكثير من الاهتمام على خاصة على المستوى الوطني، نتابع الموضوع في سياق التقرير التالي ونبدأ بعده النقاش. لن يكون مستقبلا في غردايا في ولاية غردايا ككل لا شارع بدون أمن، ولا بلدية بدون أمن، ولا حي بدون أمن. كل الأحياء، كل الأماكن العمومية كلها تكون مؤمنة 24 ولا 24 ساعة. لا تعزيز الأمن نفع، ولا المركز العملياتي الذي جمع الدرك بالشرطة، وما يقوله وزير الداخلية في واد وما يحدث في غردايا في واد آخر، بدليل هذه الصور التي باتت تتكرر في معظم أحياء غردايا دون سابق إنذار وبعد هدوء. تندلع الأحداث من جديد، هذه المرة من بريان، لتقول طفح الكيل فعلا وبلغت القضية الخطوط الحمراء. الوضع تعفن بزاف والناس ما قدرتش تصبر بعد، يعني كل حال يعني ماذا بينا الدولة تقوم بالواجب. إذا كانت دولة عندنا دولة وعندنا الدولة تحمينا وتحمي الأرزاق نتاعنا وتحمينا، وين راهي اليوم؟ حنا مانيش نطلبوا حاجة، نطلبوا السلم ونطلبوا ترجع البلاد كما كانت. الأزمة كلما زادت يوما أو دقيقة طال عمرها. ملف غردايا يطرح عشرات الأسئلة والتي تبقى دون إجابات، فحتى أهل المدينة يستعصي عليهم تحليل ما يجري أصلا. وسائل الإعلام كما شبكات التواصل الاجتماعي تنقل صور مشادات وحتى اعتداءات متكررة ما بين سكان غردايا، دون الدخول طبعا في التمييز ما إذا كان المعتدي أو المعتدى عليه عربيا أم مزابيا، مالكيا أم إباضيا، لكن مواطنا جزائريا. الحكومة من جانبها وطيلة السنة الماضية بعثت بالوفود والوفود إلى المدينة، تارة بسلة عطاءات وتوزيع أراض ووعود بالتنمية، وتارة بالقبضة الأمنية والاحتكام إلى الأعيان. هؤلاء الذي يطرح بشأنهم سؤال: هل فعلا ما زال لهم تأثير بين شباب غردايا
في وقت يقول الكثيرون أن شبكات التواصل الاجتماعي باتت هي الملهبة لكل الأحداث. حقيقة مشكل غردايا عيب وعيب وعيب على النظام الجزائري أنه لم يجد حل لقضية غردايا 3-8 أشهر. ديروا موقف، غردايا شحال فيها من نسمة؟ شحال كاين من كارتيات في غردايا؟ توقيف التعسفية في جهة، المجرمين طلقاء. غردايا هذه راه نات في 85 وقبلها في 74. الحل الأمثل والأصوب لأزمة غردايا أن يجلس الفرقاء إلى طاولة الحوار. الحل هو حل أمني، المطرق على المالكية ولا الإباضية. نهايتها وحتما نهايتها تؤدي إلى الصلح. المشكل أعمق إذن، وربما يمكن فهم القضية أو جزء منها بقراءة هذه اللافتات التي يرفعها المكون المزابي على وجه التحديد في كل مظاهرة، يقول فيها أنه المستهدف من كل ما يحدث في غردايا. أزمة طال أمدها إذن، وأهم عقبة فيها أن أسبابها غير معروفة وسط اتهامات وشكوك اليد الأجنبية والتحضير لسيناريو التدخل في الجزائر أو إدخال الربيع العربي إليها وإضعاف مواقفها الرامية لإيجاد حلول في الجوار، وهي التي يبدو أن مشكل غردايا يتحول فيها شيئا فشيء إلى أزمة بدأ يستغلها الإعلام المتربص في الجزائر في أكثر من بلاد، وبعد أن كثرت المبادرات دون نتيجة لم تبقى إلا دعوات هذا الشيخ برفع البلاء من السماء. اللهم يا رب العالمين نزل رحمة فيما بيننا، اللهم بعد علينا العداوة والبغضاء يا رب العالمين، اللهم احفظنا مما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ضرب الأرض وشر ما يخرج منها، اللهم احفظنا من فتنة الليل والنهار. نعم، إذن هذا هو الحال بالنسبة لهذه الحلقة التي نخصصها إذن كما جاء في سياق البرنامج مشاهدينا الأفاضل، بعيدا عن كل محاولات الاستغلال ما إلى ذلك، نحاول أن نسلط الضوء على بعض النقاط المهمة في سياق حديثنا عن هذا الموضوع. نبدأ معك الأستاذ حاج داود نجار، يعني مدير أسبوعية الواحة. تشخيص المشكلة، يعني تم إفادة يعني مسؤولين بهدف يعني محاولة يعني حصار هذه الأزمة إن صح التعبير، وبالتالي البحث عن الحلول الحقيقية وإيجاد مخرج. يبدو أن الأمور يعني ما زال لحد الآن غير ذلك. أنت كيف تتابع الوضع، يعني طبيعة الوضع لحد الآن؟ تفضل. والله السؤال الذي يطرح نفسه يعني أمام هذه التطورات أو أنا نسميها نوع من الفبركات، أن العديد من الكتابات نوصفها بالفبركات. لماذا؟ يعني فبركات لأن هناك جهات لها مصلحة في أن يتعفن ويتعقد الوضع كلما بدأت بوادر الاستقرار تظهر، لأن من خلال معايشة على أرض الواقع بين الناس، بين عامة الناس، وأنا ساكن بين الناس. نعم. ولو لظروف دوك بريش. نعم. كذا أن كاين نوع من الوعي لدى الناس من أجل الوقوف أمام هذه المحنة، ولكن هناك جهة تقوم باصطناع هذه المحنة. سؤال مطروح، لم يفتح أي تحقيق إلى حد الآن بخصوص هذه الأزمة. لاعب في كرة القدم بالنسبة لتزوزو يفتح تحقيق، قصص أخرى يفتح تحقيق، ولكن يعني عندما لا أفتح تحقيق لأحدد المسؤوليات لم يحاسب أي مسؤول، لم يحاسب أي مسؤول، ورغم فترة الأزمة ورغم ثقل الأضرار. يعني السؤال مطروح هنا، وخاصة من حيث الجانب القانوني ولا الجانب القضائي. جيد، ولكن ربما أستاذ اسمح لي نزيد لك نقطة، لأن أنا في زوج كلمات يعني معايش الواقع والأزمة منذ بدايتها بل توقعتها في بعض مقالات سابقة وفي سؤال طرحته مباشرة على وزير الداخلية ومتنصيب
الوالي قبل أسبوع قبل بداية الأزمة أن الأزمة لها ثلاث عناصر. نقدر نعطي 60% كان بالفت فساد ثقيلة بعد الفيضانات وقبل الفيضانات. 4000 مليار دولار فيها الكثير من 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 4000 مليار دينار 4000 مليار 4000 مليار سنتين فيها الكثير من التلاعبات في الصفقات. هناك مستفيدون من تعقيد الأزمة. هذه الخيوط هي التي تستغل. نقطة ثانية، النقطة هناك مصالح عند علاقة بآخر انتخابات محلية، هناك مستفيدون تم توظيفهم. والنقطة الأخرى، هناك أجندة خارجية تحاول أن تستغل الظرف من أجل الإضرار بالجزائر من خلال غردايا. ثلاث نقاط مهم جدا، لكل منها لها معطياتها. الأزمة تدور هنا، ونختصر هناك بعض جهات تختصر الأزمة أنها بين فئة وفئة. طيب هي, 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 هي لا، هناك علاقة بملفات فساد ثقيلة طيب وبمعطياتها. سأوجه لك النقاش أنت يعني مباشرة، يعني إذا يعني تكلمنا على ثلاث نقاط مهمة ذكرتها، الفساد، الانتخابات المحلية وقضية أخرى، ولكن يعني الذي يطفو الآن إلى السطح غير ذلك، يعني فيه مبدأ ينبغي أن يعمم داخل ولاية غردايا، داخل ولاية غردايا بكل ما تحمله الولاية، هو مبدأ يعني التعايش. هل يعني هذا المبدأ سليم وموجود بين الجميع؟ يعني أنا من أي مكان نكون يعني ما كحت إشكال التعايش في ظل وجود فساد غير مضبوط قانونيا أو لا يوجد حتى بوادر تحقيق، فإن التعايش يضرب، لأن من مصلحة المتورط أنه يضرب التعايش بخلال كم شط عناصر لا يتطلب عدد كبير. وبالتالي حتى الأزمة طالت، نلاحظوا لو تكون هناك دراسة دقيقة، هناك نوع من تقسيم الأحياء مقصود حتى في تواجد الفرق الأمنية من أجل أن لا يكون تعايش. حتى حينما نقول أن الصلح، أنا في ظل وجود فساد، في ظل وجود معطيات لتعفين الوضع، معطيات يعني ولم يحقق فيها، غير ممكن نتحدث على الصلح. طيب يعني أنه مدام المشكلة تبقى قائمة، المشكلة مش في قضية الصلح، هناك أيضا نقاط أخرى التي ينبغي أن نتفق عليها لنصل إلى الصلح هكذا. طيب القانونية تتحرك بأكثر جدية، كما يتم إيقاف تولم شباب أبرياء ويتم محاكمتهم تقديمهم للقضاء، يجب أن أفتح ملفات معينة لمسؤولين متورطين معروفين من أجل. ولكن مثلا نعطيك مثال، يعني معليش راح نتكلم على قضية الأمن ما إلى ذلك، لأنه في أيضا صعوبات بالنسبة لرجال الأمن في الولاية العربي. هذا التشخيص الذي قدمه الأستاذ حاج داود نجار مدير يومية المدير أسبوعية الواحة، هل يعني يضع الأصبع على الجرح فيما يتعلق بمشكلة غردايا في جوانب معينة؟ لا شوف، حاولت منذ بداية الأزمة تقريبا سنة أن أجد تفسيرا. عندي أصدقاء من الأباضين وأصدقاء من المالكين، واحد يعطي حجة مقنعة تقريبا العربية، يعني نشتغل على نفس الملف، يعني نفس الشيء، يعني المشكلة الأساسية ما تلقاهاش، يعني المشكلة الفساد. إذا كان هناك الفساد كما ذكر الزميل، الفساد هو السبب، الفساد أكيد تلقى ضده من الأباضيين ومن المالكين. الفساد كل المتضرر من الفساد والمواطن، كل المفروض أن تمنيت يكون صراع، ولكن يكون من الطرفين ضد رموز الفساد. أما تولي المواجهة بالمواطن، هذا الشيء اللي ما فهمتش المدافع تاعو. يعني حتى وتشوف بصراحة، يعني أعتقد كما قال الزميل، الأمور لم تعالج بجدية. هو شافها من الجانب القانوني، أنا أعتقد المشكلة ماشي تمام، المشكلة المعالجة الجدية السياسية. هناك رغبة سياسية في ترك الأمور تتعفن. ما أعتقدش أنا المؤكد ليا، كان إخوة بعضين عاقلين وكان في الملكين عاقلين، لو كان تم التركيز على هذا يلقوا حل الإشكالية، يلقوا حل التعايش. طيب يعني في بداية النقاش فلنخرج عليها، يعني القضية ليست قضية مذهبية إطلاقا. يستحيل. شوف سمير، أنا رغم أني ما أعرفش المذاهب وثقافتي الدينية محدودة، ولكن أنا مالكي.
الشيء اللي نعرفه المؤكد منه في حتى نقاش ان الاخوه الاباضيين يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يقيمون الصلاه، يؤدون الزكاه، يحجون بيت الله، يصومون رمضان، يعني الاشكال ما كانش اشكال، ما كانش اشكال ديني. فيه بعض الخصوصيه اللي راح نتكلموا عليها. خصوصيه مثلا قدم لانه اذا كان خصوصيه يتعلق بالعادات والتقاليد فيعني كمولود جزائري ما فيش اشكال. نعطيك ملاحظه يعني في محلنا، لقيت مره تلاقيت من الاخ واحد من الاخوه المالكيين المتعصبين لجهته، قلت له اعطيني الفرق في الدين هذا. قال لي الاباضين لما كيصلوا ما يقولوا الله اكبر صوت ما يديروش هكذا. قلت له وحنا عندنا كنشوف واحد يدير هكذا، واحد يدير اشكال مهني، ما كاينش اشكال ديني. قال الاخوه الاباضيين امازيغ والمالكيين عرب، العرب والبربر في كل مكان متعايشين وما كاينش اشكال، وراه الاشكال يعني حب نفهم. مره واحده اخ أبا صديق اباضي، هو صديق عزيز على كل حال ومصرح لي بكل شيء، قال لي سبب المحنه والازمه هذه هي المافيا وتجار المخدرات، ومن المافيا قد يكون جزء من اللي ذكرهم الزميل هم مستفيدين من الفساد وملفات، وبالتالي ينتج عنه وضع امني معين. نعم. شكرا جزيلا. اطراف معينه تفجر الوضع باش تسمر ما كسبها. طيب سناتي لتحليل ذلك. الاستاذ خنيسة احمد، استاذ بكليه الحقوق بجامعه الجزائر، استمعت لما ذكره يعني الزميلين. نقطه اخرى نريد ان نتساءل ايضا، بغض النظر عن اذا كانت لديك افاده فيما يتعلق بالتشخيص الحقيقي للمشكله في غردية، زائد يعني الكثير يتساءل يعني لا نستطيع ان نشخص او نحدد المشكله بدون ان نتحدث عن فاعلين لزاكتور الفاعلين الاساسيين في هذا المشكلة. تفضل. شكرا. ابتداء يجب أن نعرف أن المنطقة لها مهما يكون لها خصوصية، هي جزائرية لا شك ولكن لها خصوصية. طبعا حول هذه الخصوصية يمكن أن تكون هناك نزاعات وكانت كثيرة كل مرة، ولكن هذه المرة خصيت أنها دامت وطالت وتصاعدت قوة. كان دائما هناك نزاعات ولكن كل مرة كان الحل في يد الدولة، وكان هناك ولكن هذه الخصوصية أنتجت داخل المجتمع بشكل عام وداخل المجتمع إن شئنا نقول الإباضي ديناميكية في الحقيقة في داخل لست إباضيا وأنا من المنطقة بالمناسبة، ولست إباضيا مع الأسف نقولها لأن الجزائريين نؤمنوا بالمساواة، ولكن باب الخصوصية وهذه شيء عادي جدا، ما نتكلموش على التعايش لأنه موجود كان صراع وكان حتى اتفاقية تاريخ حتى قبل في العهد التركي ومن بعد حتى قبل العهد التركي. نعم نعم. ولكن نعم. الخصوصية هذه استغلت ووظفت وأصبحت الأحداث الآن لها تداعيات. الآن هناك ديناميكية وذكرت قلت الفاعلين فعلا، لأنه لو لم ننظر للقضية من باب الفاعلين يعني خارج كما تكلم العربي حتى احنا في الاعلام يعني كثير من المرات نتساءل يعني ممكن نسقط حتى احيانا يعني قال هي نزاعات يعني من هنا او من هناك، ولكن يعني البعد وتغذيه هذا المشكل يعني ما فيش وضوح لانه تشعب اضيفت على خصوصيه صراعات وحركه فاعلين. نعطي مثال داخل المجتمع الاباضي الذي كان موحدا تقريبا دينيا وسياسيا، ظهرت حركة جديدة وطموحات جديدة، دخلت الجماعات هذه التي أصبحت تطالب مطلب أمازيغي مثلا موجودة وبقوة لا يمكن إنكارها، وهذه تكونت مدة طويلة وأنا شاهد نقدر نذكر حتى بالأشخاص والتواريخ، أنا كجزائري متابع ولابد عندنا غيرها على وطننا وشيء عادي. هالديناميكية خلقت فاعلين جديد يريدون هم كذلك داخل، لانه المجتمع الاباضي فيه حركه فيه وحده، فيه تهرميه، فيه انتظام. هالانتظام صار حدث اضطراب بفعل فاعلين جدد يريدون لهم مطالب جديده وخصوصيات، ويريدون ان هم كذلك ياخذوا مكانه في داخل المجتمع، وهذه اللي خلقت داخل اضطراب شديد وادى في بعض الاحيان حتى الى ممكن الاخ حاج النجاري ممكن يعرف احسن، ولكن احنا كملاحظين ولاحظوا انه هذه الحركيه نوعا ما دخلت في صراع سواء مع المجتمع المحلي او حتى مع الدوله، وقبل ما تكون توترات كانت دائما هناك نوع من المطلبيات اللي كانت بعض الاحيان مهنيه في اتحاد التجار، في امور بسيطه،
كانت حركيه مثلا اللي طالبوا مثلا كان مطلب كان في اطار مناضلين تاع الاف اف اس وطالبوا ترسيم مذهب مثلا وكذا. طيب نعم. وبالتالي هؤلاء الفاعلين من هؤلاء الفاعلين موجودين. والغريب ان لما تسمع المواطنين كل مواطن كمواطنين الجميع يقول لك ليس لنا مطلب. والملاحظه انه الملاحظه الكبيره رغم الخصوصيه لا يوجد مطلب مطروح، لا يوجد مطلب. ما هو المطلب هذا الذي يتصارع؟ ما هو مطلبه؟ وبالتالي هناك فاعلين يتوارون وهم الفاعلين الحقيقيين للاحداث. هادو يجب الان المنطقه اصبحت ان فواي دو ميليتونتيزم انترناسيونال. نقدر نشهد ان الناس اصبح البعض مثلا المناضلين الامازيغيين الذين يعتبروا ان امازيغ واقليه مضطهده وحتى امميين. وجدت انا مره رحت لباريس لقيت ناس متضامنه وعلى اساس انه نقول راك تتكلم على بلادي. هذا البلد ما تقوله كذب وافتراء وتخريف. وانت يعني والبعض ولكن هناك مناضلين عندهم صلات عناصر محدودين محدود ما يهمني على بالي محدودين لا شك انا راني نتكلم على بلادي ولكن هذه راها تغذي فعلا فعلا تغذي تغذيه قويه الى درجه ان مجتمع يتكلموا بقراءات خاطئه عنصريه كذا. قال هناك امازيغ وهناك عرب والبعض من الاخوه الاباضيه يعني بطريقه غير رسميه يغدوا هذا الكلام. كيف يغدوه؟ نحن اولاد البلاد وجاو هاد الناس اعراب واستقروا. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا هذا جد شكرا يجب شكرا لانه يغذي الصراع نوعا ما. ساعود اليك ساعود اليك يعني مثلا في 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 يعني كان تعطيني ملاحظه على الخصوصيه. انا حبيت لانه يعني طرح قضيه حبيت نطرحها قضيه تاع تفضل معليش تفضل الخصوصيه. شوف في 48 ولايه توجد خصوصيات. الخلافات بين العروش كل ولايه مش كل بلديه من بلديه الجزائر فيها عروش وكل يعني معناها في خصوصيه. وكل عروش تقريبا في مناسبه الانتخابات وانا عشت في كل 48 ولايه كل بلديه فيها صراعات بين العروش ولكن ما توصلش للمستوى هذا فقط. ما توصلش ملاحظه فقط حول الطرف اللي ذكره الاستاذ نتاع هذا دعاة الانعزالية هذا والعنصرية هذه هما فعلا موجودين ولكن أقلية. وأمام المجتمع الأباضي مجتمع متماسك أنا ما دام حتى تأثير داخل غردايا يعني حتى تجي منطقة القبائل بدل الانتخابات المحلية لم يحدث أي مستحيل. لا صراع لا قبل ولا بعد. الانعزاليين في الجزائر ما عندهم حتى مكان سواء في غردايا تروح ولكن منطقة القبائل هي الأكثر. لما يكون هذا الملف هذا يعني عرضة يصير استغلاله وشاهد كلامه صحيح يعني كانت أطراف في فرنسا في آخر كده تتاجر باسم الملف يعني حتى ربما هو لو كان ينزل الغردايا واحد ما يعرفه أصلا يعني واحد لا لا, لا لا حتى قلت لك المجتمع الأباضي مجتمع متماسك والكلمة فيه لعناصر الفاعلين الوجهاء. سنأتي لقضية يعني الفاعلين الوجهاء يعني حبيت نقول لك نقل باش توضح الفكرة مليح. في منطقة القبائل هي الأكثر خلينا نقول لك الأكثر نشاط سياسي. في منطقة القبائل توجد حركة فرحة ماني ولكن لا تأثير لها في عند المواطنين أو عند القوى السياسية الفاعلة في منطقة القبائل. لا 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 العزاليين موجودين في كل مكان ولكن تأثيرهم داخل المجتمع نتاعهم وداخل المجتمع الجزائري متفاوت ماهوش موجود. جيد تفضل سي عبد الوهاب جاكون. كانت هناك يعني إطلالة من طرف الزملاء على هذا الموضوع. أنا نفضل أنه لو نتكلم على في ظل وجود مقاربة معينة أو مبادرات معينة لمحاولة إيجاد يعني تقارب وتوافق بين يعني الجميع في غردايا إلا أنه يعني عودة هذا المشكل من جديد. هل هناك يعني إشارة بشكل أو بآخر على أن هناك بعض الأمور التي ينبغي إعادة النظر فيها أم أن هناك أمور جديدة؟ تفضل سي عبد الوهاب. هو في كل الحالات وسوسيولوجيا يعني سوسيولوجيا لما يتعلق الأمر بالعقيدة بالعرق بالثقافة بالتقاليد من السهل انك تغذي هذه الامور حتى واذا ما كانش فيه سبب اقتصادي او اجتماعي. وشفناها يعني العشريه اللي عشناها كيفاش استعمل الدين لخلق ازمه كبيره في البلد. لان كل واحد قادر يركب
اللي عنده اللي يكون مافيا عنده مصلحة أن الأمور ما تستقرش، اللي عنده أغراض سياسية موش من صالحه أن هذه المنطقة تستقر، وبالتالي أنا نعتبره ملف حساس. وعلى هذا الأساس يعني هو من الصعب، من الصعب لأنه كل كلمة نستعملها لربما راح تؤول خطأ. أنا أقول أهل الحل موش موجودين في هذا الملف، ولا داعي أننا ندخل في التفاصيل. طيب حبسة سمحني أستاذ المحترم. ثانيا نشوفوا بعض الأحزاب وبعض الزعماء تاعهم يتكلموا، الدولة المدنية هي عنطر، انت بويسك عندك وجود وعندك ثقل وعندك وزن وانت هو عندك الأغلبية في الـ في الـ في البرلمان، وين وجودك في هذه الأزمة؟ هذه وين وجودك في هذه الأزمة؟ نعت لنا زنادك يا عنطر وروح قاعدتك الشعبية ايه، والراهي الجمعيات زيد. لربما اليوم السؤال المطروح هل التعامل فقط مع الأعوان اليوم كافي؟ مع الأعيان؟ إيه يعني مع اللي نطاب من الأول أم بين الأعيان؟ الأعيان يعني نطاب يعني هل هو كافي كما قال الزميل؟ لربما الهيرارشية يعني السلمية السلمية لربما تغيرت. عبد الوهاب معليش نوقفك في نقطة مهمة جدا اللي ذكرتها أنت، قضية الأعيان. لنوجه السؤال الأستاذ حاج داود نجار مدير أسبوعية الواحة، هذه النقطة اللي ذكرها سي عبد الوهاب جاكون مدير يومية لانوفير ريبوبليك، أنه التعامل والتوجه مع يعني ممثلين والقادة والأعيان، يعني هل أيضا هناك نظرة ربما يعني جديدة، يعني أنه الآن طبيعة الأشخاص الموجودين الذين يتسببون في كل مرة في عودة هذه المشاكل، أنه هناك مؤشر على أن هذه الأعيان ممكن يعني أمور اختلفت ولا لا؟ أنا بديت تدخل تاعي بموضوع لو نعرف نشخص قبل معطيات تصعيد الأزمة وتكرارها والعودة إلى السيناريو في كل مرة. يعني كي نشخص الأزمة كي نشخص المرض نعرف الدواء ونعرف الجهة اللي ممكن تفيد. اليوم الأزمة غير مشخصة، الأخ تعرض لموضوع المخدرات، نعطيك مثال، كي نلقى من بداية السيناريو الأول مثلا قضية المقبرة عمي سعيد حتى قضية العديرة وفي قضية بريان في مقدمة العناصر اللي حركوا الآلية ناس عناصر معروفين بالمخدرات، معروفين صعاب في شتاء المخدرات، يتم إطلاق سراحهم نورمال يخدموا وسط المدينة. أنا قبل يعني قبل أنت تتهم اسمح لي أنت تتهم مثلا الجهات أو السلطات المحلية بأنها وقفت يعني وأطلقت سراح يعني أشخاص كانوا متسببين في المخدرات، لم يتم حتى توقف. أنا يومين قبل ما يعني هناك تقصير المرة هذه قبل المحلية هذا المرة هذه تقول المرة هذه هناك تقصير باش توصل الفكرة، تقصير صارخ في هذا الموضوع جاي. لأن تسمح لي ندقق هنا أنا كي نبدأ نوظف عناصر المخدرات لتصعيد الوضع ما ينفع ني عقلاء ني أعيان ني خبار، ما ينفعش. كنا أنا كي نضبط هذا الوضع هذا، أنا قلت لك نهارين قبل هذا التصعيد أنا رحت من مليكة، منطقة مليكة يقال أنها في مكان يعني تقريبا يدخلوش الأمن كذا، أنا رحت بعين المكان نلقى يعني في الوقت درك في العشية عناصر المخدرات توزع نورمال مخدرات. طيب. يعني وضع كما هذا والنتيجة توزيع هذاك بالنتيجة بتاعها من بعد قلت لك في كل المراحل من السيناريو الأول بداية الأزمة في غردايا مباشرة بعد تعيين الوالي، وأنا كي تعيين الوالي نقول لك السؤال الأول اللي نطرحه منذ حوالي ربع ولات ويتذكروا حتى وزير الداخلية يوم تنصيب الوالي الموضوع الأول قلت له يعني يوم يعني أسبوع قبل أحداث القرارة أسبوع قبل قلت له ثلاث نقاط لو لن نضع لها خط الغردية كانت نورمال هي
الجريمه المنظمه وفي مقدمها المخدرات، اصحاب المخدرات تم يخدموا. ساطرح عليك بحريات، ساطرح عليك سؤالا مباشرا وارجو ان تجيبني اجابه مباشره. نعطيك مثال. فيه مشكل يتلقاه يعني الاعوان اللي يشتغلوا انه ما يقدروش يدخلوا الى الاحياء، كيف ترى؟ مؤخرا طرح مشكل الكاميرات، ان فيها كاميرات للمراقبه. نعطيك مثال، كاين حي في غردايا على امطار بين مسجدين مسجد، وانا ما نستعملش التصنيفات هذه. نعم في الكتابات تاعي كلها ما يهمنا، ما تشوفش الريحه تاع التصنيفات، لا عرقيه لا بذهبيه، لان نصنف الحق والباطل. صحيح تعرفوا ولا والو، ما يضر المواطن بصفه عامه، فساد ماشي فساد، ما نصنفش التصنيفات العرقيه. العرقيه تقرا الريحه ما تلقاهاش في اي مقال. جيد. مده 10 سنوات لبدايه شو اسمه. وبالتالي المشكلة الأمنية كيف أن كيف كيف يقدروا يدخلوا يخدموا؟ راني جايك، راني جايك. كاين منطقة 5 سنوات التجار المحيطين بهذه المنطقة يشوفوا المخدر توزع، ما يتصلوا بمختلف الأجهزة، ما كان حتى واحد يدخل. الأربعاء الماضي، عفوا الخميس، الخميس الماضي نذكر المعطيات الحقائق، احنا ما رناش. قائد مجموعة الدرك الوطني راح بعين مكان، وكأنه راح اليوم الأول قال لهم على بالنا باللي المنطقة هذه خاطئة، كأنه جاي يطلع، رغم أن منطقة تاع أمنة باللي هناك شبكة هي هنا راهي تهدد المنطقة، لازم تجوا لي باش نسمعكم. فهمت إيش كان فيني يا أستاذ؟ ولكن لم تجيبني على السؤال. صعب الدخول إلى فئة، ما اختلفوش فيها اثنين، أنا مانيش نزايد ولا أنت تزايد. حقيقة أنه صعب الدخول إلى كثير من المناطق، صعب يعني. ما لا لا لا، هذه كلمة صعب. شوف الأجهزة كي تعول تدخل المنطقة، كي تعول توفر الأمن، توفر الأمن. ما تدخلش في راسي هذه ونكتبها، ما تدخلش في راسي أن الأجهزة كي تعول توفر الأمن في منطقة ما توفرهاش، سواء تعلق بالمخدرات أو بغير المخدرات. هي وفق الخصوصية. راني قلت لك نبصح كي عود ضغوطات وكذا، هو الموضوع اللي ممكن مثار اليوم. ونعطيك بين قوسين، نعطيك بين قوسين، اسمح لي. في الحدث تاع بريانه 2008، باش نتفاهموا، في الحدث 2008 وقع نوع من التصعيد وكلام عن تجاوزات داخل الامن. راح اتصلت بمحافظ الشرطه في بريان في الحدث تاع 2008 في شهر جويه، لان الايامات قبل البكالوريا كنا متوقعين كاش ما كان تصعيد وكذا. نطرح الموضوع تاع المخدرات محافظ الامن تاع وحده بريان باختصار. قال لي يا ودي احنا وحده جديده، فيكتيمون فتحوا وحده جديده، كان دارك هو كذا. قال لي ما كناش مهتمين بهذا الموضوع. احنا كي رحنا بعد 3 ايام تم توقيف عدد من العناصر تاع المخدرات، تم وين وقفت الحاله. بعد شهرين نحاو رئيس امن الولايه. تفهموا هناك نقطه استفهام. طيب شكرا جزيلا لك. اعطيتك مثال واعطيك امثله اخلاف باش نفهموا ندقوا هنا ونحطوا 10 سطور. شوف لهنا ان كي تعود هناك وسائل من اجل تعفين الوضع، من اجل مصالح معينه. ولكن يا استاذ هذه ما ينفع. شوف لهنا ني اعيان ني كذا ني صلح، لا هذيك عمليه الجديه في اخذ امر، وخاصه الجريمه المنظمه اخذ الامر بمحمل الجد. افيكتيمون هذا الملف تاع غردايا ناخذه بمحمل الجد. شوف شوف يعني نكونوا صادقين، الخطاب هكذا يعني سهل ولكن وضعه صعيب، لان ماشي صعيب لان فيه قلت لك خصوصيه يعني اللي ربما يعني نتكلم هكذا ولكن الواقع هو شيء اخر. تفضل استاذ. شكرا. الاخ نجار يتكلم عن المخدرات هذه منذ قراءتنا الوحى، ولكن هذا ليس عنصرا مفسرا. تفضل بامكانك ان تفسر انت. كيفاش؟ ليس عنصر، لانه هناك ديناميكيه عامه وطنيه وحتى دوليه، وما ننساوش اننا بصدد مازال في الربيع العربي. وانا نعود دائما لكلمه الفاعلين، هناك من هو فاعل وله برنامج غير مصرح به. في كل هذه الاحداث ليست هناك مطلبيه. في احداث القبائل كانت يعني برنامج، يعني برنامج غير مصرح به، يعني برنامج غير مصرح به، يعني حبينا نفهمه يعني يطيح من الفضاء. ما فهمناش يعني، ما فهمناش. هناك اشياء يعني نكشف نتحدث، ما كاينش مشكل. تكلم. طبعا تكلمنا عن الفاعلين، الفاعلين اللي قال هما اقليه، اقليه والمقليه، ولكنهم يغذونها بالايديولوجيا، بالصراعات، بالنضال الدولي، بالاتصالات. انا ما تفاجئت، كنت في في نعم. في مهمة بحث نوجد مناضلين من كل مكان أرادوا أن يجعلوا منطقة ميزاب منطقة نضال،
نضال أن هناك يريدون توضيب ملف الجزائر أن هناك أقلية مضطهدة من قبل الشرطة ويوظفون الفيديوهات وكذا المادة 27 من اتفاقية المصادقة على الجزائر حماية الأقلية ويريدون خلق ملف قانوني تقريبا اسمع أكثر من نسي قانوني هناك قمعا و و و هناك ناس تناضل سيدي ريزو ليس قضية بسيطة بالنسبة للمواطنين قد تكون أقلية أتنفي يعني موجود مثل هذه مثلا تحركات لو 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 ندقق لو ندقق في الموضوع هذا أنا درت مقال في هذا الموضوع تقريبا بالإضافة إلى ما ذكرت باش ما نوضع هذا النوع نتاع التخدين نتاع التضخيم أو النوع نتاع الاستغلال ليه تبنى هذا الموضوع هذا لو كان ترجع للمعطيات 2007 تخلف في الانتخابات تاع المجلس الشعبي الولائي وهذا نفس الطيار هذا ولا الحزب خدا 5 مناصب وتضمن مع الطيار تاع الافلان 17 منصب على حساب الايرندي 18 منصب صدر تحالف بين طيار هذه المجموعه مع هذا في الانتخابات اللي بعد وقعت نوع من الحريه ما خرج في النتيجه راه يتوظف من قبل الجهه الاخرى من اجل تعفير الوضع تحت غطاء اقليات وكذا والناس راهي تخلص صافي درت فهم كاين تفاصيل مش بسيطه فهمت ليش صافي درت نقدر نجيب نستعمل المذهبيه نستعمل العرقيه نستعمل علاش باسكو دخلت في عمليه نورمالمون نتقبلها بطريقه ديمقراطيه وعقل كذا ولكن مبدئيا انا مانيش مؤمن بقضيه العرقيه لانه انا مواطن من المنطقه نعرف تاريخها بالتفاصيل هذه العرقيه يعني في الحقيقه غير موجودة وفي الأصول إذا تبعنا الأصول فاش غير موجودة يا أخي لا مش موجودة نعطيك حقيقة مثلا يعني خلال لقاء معين لإعلاميين مع المجلس يعني كورتي هذا يعني على هيئة سياسية يعني هناك في تم يعني استحضار عقود ملكية مثلا من فرنسا وتأكيد أن مثلا أنه بنو ميزاب الأرض الأولى كانت لهم إلى ذلك لما نتكلم عن الأمور العرقية فهي تغذي بشكل أو بآخر نحن نريد أن نتحدث إذا كان وقع خطأ معين مش مشكلة أنه يعني يمكن أن يكون تسامح إلى غير ذلك ولكن أنه نتجاهل الأمور فنوصل إلى نتيجة خاطئة ما نتجاهلوش أمور والخصوصية ما نساوش أنه منطقة وادي ميزة المنطقة الإباضيين بالذات كانت لهم وضعية خاصة اتفاقية روندون 1853 باختصار كانت وضعية كانت عند نوع من الاستقلالية الإدارية والقضائية و ها وهذا الاستعطي هذا استغل من أعيانهم فملكوا أنفسهم الأراضي وحتى أراضي بعيدة وكانت حتى ملك الدولة الفرنسية اللي كانت أراضي عسكرية والقضايا أمام حكم يمكن أن نقول لك عدة قضايا أنه هناك وهذا استاتي دوتونومي اونتر غيمي معترف به ركوني حتى في الدولة الجزائرية هناك تعليم حر هناك يعني حتى المطلبية في الحقيقة بالنسبة لكل ما هو يتعلق بالبيت كان نوع من الاعتراف نوع من الاندماج في الدولة لن يطرح مشكلة البعض يريد نوع الاندماج أستاذ مثلا نعطيك مثلا يعني أنت من أهل المنطقة وتعرف جيدا أن يعني لا فرق بين يعني مثلا شخص يدرس في الشمال أو في الجنوب أو في الهضاب الشرق غرب إلى ذلك ما نحت مشكلة مثلا أنه فيه الحديث أنا أن يعني هناك يعني الذي لا يقبل الدراسة في المدارس مثلا هل هذا موجود حقيقة أم عبارة عن وهم أنا سبقت وأن أشرت تفضل أن مثل هذه التوظيفات هناك جهة هي من صالحها هي أريكة لتكي عليها الغرق في هذا اللغة. يتم دراسة الوضع وتوظيفها لأنها ترتاح كي تتشعل بهذه الصراعات لأن مجرد أوهام يوظفوا التاريخ يوظفوا يرجعوا القرى يوظفوا أي شيء من أجل استهداف القيم استهداف الاستقرار استهداف العلاقات وأكثر من هذا لأن هذا غادي ندخل في الأجندة تاع التفكيك اللي موجودة في أكثر من دولة بارك الله فيك شكرا جزيلا لك سأعود إليك لأن أنا نقول الفكرة لعبد الوهاب جاكون سأعود إليك عبد الوهاب جاكون في ظل ما ذكره الأساتذة المحترمين من هذه القضية محاولات الاستغلال لملف غردايا لضرب أمن والاستقرار يعني هذا أيضا موجود هل يمكن أن نقول أنه هناك نوع من يعني عدم ربما توازن بين مقاربة أمنية ومقاربة إن صح التعبير سياسية في هذا السياق هو كما قال الزميل سي العربي
مشكل العقار ربما موجود في كل الجزائر، كل بلدي يعني بكل صراحة كانت يعني تمت المعالجة تاعه، لأن قضايا يمكن معالجتها عن طريق الكاداستر ولا عن كيما نقولوا طريق العدالة ولا حاجة، كاين فيه يعني أطر يعني أطر لحل هذا مثل هذا يعني، لكن ربما معقد لا لا سمعني سمعني دروك فيه كيف يقولوا تطرفات ولا كيف يقولوا دي زيكستريم يعني لا لا تطرف من الجانبين، هذا يغذي هذا يتغدى من الاخر، هذا يتغدى من الاخر اللي عنده مصلحه مثلا في قطاع معين ولا في جانب معين يستعمل كيما نقولوا الحجه تاع الاخر والاخر يستعمل الحجه تاع، لان انا في بودي يعني بودي يعني كيفاش 2014 يعني رانا في واحد القرن سيدي تاع الكمبيوتر وتاع الواحد وتاع الانترنت، ما زلنا شنو كيفاش تصلي وكيفاش ترقد يعني بكل صراحه والله انا يعني ما فهمتش انا يعني والله ما فهمت انا حد الان والله ما فهمت انا يعني والله يعني يا جماعه تفتحوا شوف استاذ المحترم ولازم الجماعه يعرفوا اخوه الجزائر عروس يا تديها كامل يا ما تديهاش، لازم يعرفوا هذا المقال الجزائر عروس يا تديها كامله يا ما تديهاش، وانت يا سيدي حاكم لي في 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 كوانا ومتحمس ومتعلق يا خويا، لا انا خويا والجزائر بلادي وين نروح بلادي عندي صحيح. الكرطه الخضراء وانا جزائري وخلاص لازم نوصلوا، وانا حتى هذه بعض السياسات هذه في السنوات الاخيره عاد ما تعجبنيش، انت كل ولايه دير لها جامعه، لا خويا احنا بكري كانت هناك سمحني كنت في جامعه قسنطين تبادل العلاقات ولا انا في جامعه قسنطين سعود اليك لا لا سمحني لا لا نكمل باش ما تروحنيش الفكره ايوا ما بقاناش معليش يا خويا كنت نتلاقى القبائلي نتلاقى الصيفي نتلاقى الجيجلي نتلاقى فهمت وتخلق الفه بيناتنا وانسجام وما شاء الله وزيد الخدمه الوطنيه نزوروا بعضنا في زيد الخدمه الوطنيه سمحني الخدمه الوطنيه علاش نتراجع عليها لا ربما في الشكل قال سيدي ما نديرش عامين على الاقل سيدي ندير 8 شهور ندير 6 شهور نعلموا برك يتيري باش غدوه نسحقوا مثلا في وضع معين لا لا طيب. يعني بكل صراحه انا يعني بودي الاخوه في المنطقه يتلاقاو ويتناقشوا يعني بصراحه قال اخويا نحطوا على طاوله النقاش كل المسائل ونفتحوها سيدي وما نتراجعوش ما نرجعوش لهذا فهمت ولا نعم 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 الخدمه الوطنيه ما ترجعوش عليها مازالت كاينه نقصوا في المده كارثه في الجامعات كارثه في تفتيت الجامعات كل ولايه الجامعه هذه كارثه يعني لا تعطيني ملاحظه نعطي في سنه 84 وكنت سنه رابعه في الجامعه وهذا في ذيك العام جاي قاري في ذاك العام شو واش تقول السلطات تلك الايام قررنا نجزئوا الجامعه الجزائريه شوف امريكا لما امرقت جامعاتها وفرنسا لم تفرنس جامعاتها والمانيا لم تؤلم جامعاتها السلطات الجزائريه تقرر فجزأت الجامعات الجزائريه وتجيب اللي عنده دار ثلاث سدس تاع الماجستير يجيب قرينا احنا كنا نوجدوا في الليسونس وممكن الاستاذ عبد الواحد حفظه الله الله يجزاك لا لا هذه جريمه في حق نتاع في كل ولايه جامعه ان شاء الله فرصه لنناقش مثل هذا احنا نطرح لك سؤال ونخليك تكمل لما تكلمت استاذ على قضيه يعني انه التقاعس ما الى ذلك اليوم شفنا هذه الصور اللي يعني احتجاج بشكل او باخر لاعوان الامن على يعني حتى هم أصبحوا يعني عرضة لتلك الأحداث ما إلى ذلك ورغم أنه المدير العام أكد أنها تدخل ضمن المهام اللي هي حماية أمن الدولة ما إلى ذلك هل هذا ما يعطيش مؤشر أنه أيضا فيه تعب معين بالنسبة لهذه الناس اللي يقوموا بهذه المهام يعني بالنسبة لتم كاين وضع غير طبيعي أيضا والله الموضوع هذا فيه الكثير من المعطيات لأن حقيقة توالم رجل الأمن اللي نسميه أمن اللي انا طرحت سؤال على محافظ الشرطه مره قلت له الناس يجوا للامن ولا للخوف بعد قضيه عندها علاقه بهذا الموضوع تاع المخدرات خلينا كاين ناس اللي تولوا يخضعوا للتعليمات انهم يشوفوا المتناقضات ان صدر يقدر يدخل بطريقه امنه في مكان ما يدخلش ويخلي الامر تتعفن ويدخل من بعد التعفن وبعد الخسائر وكذا كاين اشياء غير طبيعيه محتمل كاين هناك عناصر وكاين ان المنحرف تولم اللي يعطي صوره غير طبيعيه لجهاز الامن
يعني ما اتخذش راح نخليك تكمل راح نخليك تكمل إجراءات. ولكن كل مره وين يكتشفوا يتخذوا الاجراءات. نعطيك مثال من الاونه الاخيره وين اسلحه بيضاء ما الى ذلك يعني وفيه انه قالوا ربما تقاعس ما ذلك اتخذوا اجراءات صارمه يعني وكان حتى وصلت الفصل واعطونا بيان يعني ارسلوا لنا بيان تبعنا بكل الاجراءات. المهم نعطيك مثال يعني الوضع تاع غردايه في الشهور الاخيره امنيا حصل فيها الكثير من المتناقضات. كاين جهه حبت تدخل جهه حبت تفرض المنطقه نتاعها جهه خارجيه وبالتالي العنصر الداخلي جهات خارجيه موجوده في غردايه؟ نو نو وفق تعليمات صافي صافي دوك لو ان انا في اخر ما قال درت لو ان القاضي يكون قاضي ورجل الامن يكون امن تفرى مشكل تاع غردايه. هذا الاشكال بصح اسمعني استاذ فتفهم الاشكال في الدين استاذ استاذ هذا الاشكال اشكال موجود في كل الولايات. انا نلاحظوا يقول لك كيفاش يتم العفو في كل عيد يتم العفو على الاف المجرمين. يقول لك العداله لم يرتكب جريمه بشعه يحكم له مثلا اعتقد مشكل في القانون ممكن انا ما نعرفش بصح نشك المشكل لما يقول لك كيفاش واحد ارتكب جريمه تحكم له بعام حبس وست شهور حبس ومن بعد يرجع لطبيعته اعتقد مشكل في القانون. شوف سمير انا اعتقد انا خليني هنا نقول لك ما لازمش نحملوا رجال الامن مسؤوليه هذه الاوضاع. اعتقد نقطة اثر عبد الوهاب ولا هي للسياسيين اثر عبد الوهاب ولكن عبد الوهاب تعرف لي خلفيه في نفسي يعقوب راه غير للحزب الحاكم. هو كاين تقصير سياسي وكاين ركود سياسي وكاين ازمه في النظام السياسي الحاكم. رجل الامن في غردايا عياو وخاصه في ظل التعليمات اللي تقول لهم ما تردوش حتى ولو تتعرضوا للاعتداء. يعني تصور انت رجل امن الشرطي في الجزائر في امريكا بارتو هو جهاز قمع. المهم حتى يمارسوا في اطار القانون يعني ماهوش حر يمارسوا بدون ضوابط. لما في مناخ مضطرب وتمنعوا من حتى من الدفاع عن نفسه هذا يرهق العنصر هذا. الان المشكل ماهوش مشكل امني المشكل اكبر مني المشكل سياسي ولازم صاحب القرار السياسي هو اللي يحل الاشكال هو اللي يدخل والاجهزه الامنيه الشرطه طيب. تلعب دور مساعد فقط. طيب باقي معنا 10 دقائق اعتقد ان كثير من النقاط ما تكلمناش عليها نبدا الان اذا تكلمنا عن البحث على اواصر التوافق ويعني ايجاد مخرج يعني وما اكثرها مثلا العربي تفضل مثل التوافق انا اعتقد في الجهتين في الطرفين توجد نخب مثقفه لو كان يجمعهم اعتقد انا شخصيا اكون مذكر هذا الايام يعني مثال انه مثلا هل العقلاء هذول المثقفين هم يعني اللي قدروا ياثروا على الناس الفاعله في الميدان او هنا اشكال لانه سمير انا ما نعرفش انا زرت غردايه مره واحده في حياتي كنت ضابط في الخدمه الوطنيه كنت عسكري كنت الخدمة الوطنية قضيت فيها ليلة فقط ما نعرفهاش غردية ولكن لما نذكر أنا الزملاء اللي قروا معي في الجامعة من الأباضين وغير الأول والأمليكيين ما اعتقدش انا كي نتذكرهم الان وبعضهم على اتصال من حد الان ما اعتقدش انا كاين حاجه تحول انهم يتفاهموا واعتقد بالامكان يتفاهموا ولكن لازم الانسان اللي يوجد حلول يكون يعرف المنطقه من الداخل واش راه يصير بالضبط. الاخ تكلم على قضيه التحقيق شوف انا عندي فكره على الملفات اللي عادتها للاجهزه الامنيه والله ملفات يعني كافيه لو كان السياسيين ياخذوا بها يعني توضيح الامور توضيح الاشكاليات توضيح القضية لو كان مثلا توضيح الامور في بعض الملفات مثلا إيه اعطينا مثال باش توضح الرؤيه يعني كل مره نتكلموا تعقد المساله اكثر مثلا الانشطه الاقتصاديه مش تحت تحكم مثلا لونسيج مثلا تخليه كيفاه يسعى باش يضم من الطرفين علاه ما تكونش مثلا مشاريع مشتركه شباب من جهتين نعم مسجون تعاونوا وتخلق مصلحه اقتصاديه بيناتهم مثلا. وانا قلت لك كاين شباب من الطرفين ما اعتقدش انه كاين خلاف عقائدي اكيد انه حتى لو كان هذا الخلاف ما ردوا يعني ربما الى سنوات خلاف اليوم نقدر نقول لك مثلا انه الشباب يعني تجاوز الامور هذه خلاص مع الامور التكنولوجيه مع كذا يعني ما بقاش لا شمير سمير الحساسيات والعصبيات موجوده في كل بلديه الجزائر. لما تجي شحنه نتاع الانتخابات تشعل بين كل عرش الجزائر ممكن هنا في غردايا المده والطول نتاع الاحتدام هذا خلى الصراع ياخذ بعد حاد شويه
والتعصب زاد على حده. ولكن مع هذا بالإمكان يتحركوا العقلاء، وجود المجال السياسي المساعد ممكن يتحركوا العقلاء في الأول. يعني علاش الأمور ما خدش يعني ما أنا ما شكون هم العقلاء يتحركون؟ ما نعرفش مثلا ما نعرفش المنطقة. ممكن كل العقلاء اللي يتحركوا ممكن ما عندوش مصداقين. هذا واش حبيت نقول أنا في الكلام تاعي، تفضل. يعني هناك حقيقة هناك عقلاء يحاولوا يديروا جهد، ولكن قلت رغم كل جهدهم لو لن تأخذ الأمور بجدية في الموضوع اللي عنده علاقة بالجريمة، لأن تغيير الولي الآخر هذا كلاحظتم هذا الاستقرار تم بمجرد تغيير الولي، بمجرد تغيير علامة إيجابية، ورجع المجلس الشعبي الولائي اللي كان معطل 8 شهور، لأن كاين جهات حبت تعطل هيئة شعبية منتخبة، هذه عندها عوامل من صالحها تزيد تعفن الامور، لانها ما ماذا بها الامور ما تمشي. شوف قصه ماشي العقلاء لهم برا، قصه كاين ديستريكتور كل واحد يؤدي الدور تاعو كما هو مطلوب. تعمل له والو سبب الامور واضحه من عطل دور المجلس. هاري قلت لك الجهات اللي توظف شبكه المخدرات وشك فوق تحرك الحاله شبكه المخدرات. شوف بمجرد شوف لنا بمجرد شوف الامر مش كلام عام، بمجرد تعيين والي اللي فات هدت الامور. لا الاول بعد اسبوع شعلوها، بعد اسبوع في القراره نفس الشيء في الاحداث تاع بريان، غير والو شعلوها في بريان. صرنا كاين جهه تعين والي محسوب تشعل الحاله. شوف امر ازمه غردايه مش عفويه، كاين جهه ترتب المحنه وتوظف معطيات. باقي دقيقه، تفضل استاذ علق بما شئت ونختم البرنامج معك عبد الوهاب. أظن أنه مهما يكون هناك إطار وطني وجمهوري، وعلى الدولة أن تكون طبق القانون مواطن بالمساواة. خارج المواطنة، خارج الجمهورية، خارج المساواة، لا خلاص. شكرا. الدولة تقول كلمتها في الموضوع، تفضل سي عبد الوهاب جاكوف. أنا أظن حل الأزمة ربما المقاربتين يعني تتكامل. تتكامل نعم نعم صحيح. لازم اليوم نعرفوا الفاعلين الحقيقيين في هذه الأزمة، ما هي الأسباب الحقيقية؟ هذه وحدة. ثانيا أنا نطرح سؤال على الأستاذ، كيف واحد مزابي يجي حتى الواد زنادي يعني القرية نتاعي ويستثمر؟ وعلاش أنا مثلا كاش مشكل؟ لا لازم تكون فيه تكامل اقتصادي بين الجهات، لأن التكامل الاقتصادي هو اللي راح يفتح، اللي هو راح يكسر هذا يعني هذا التقاليد هذه. كل سؤال فهمت. وشفنا كل ما تفتحت ولاية إلا وتكون فيه ممارسات جديدة، تكون فيه عقلية جديدة. مثلا شوفوا احنا ما كانش مشكل بين الصيفية ومثلا والبجويين، لأن فيه تكامل، ما فيهش مشاكل بين مثلا الجواجلة والبجويين. ليه؟ لأن فيه تكامل. ما أنا واش نقول للإخوة تاع بن مزاب، افتحوا نفوسكم، افتحوا نفوسكم. جزائريون نحن، هذه هي العبارة. المهم الإنسان الجزائري إذا كان مشكل يتحل مشكل المواطنة قبل كل شيء، وإن شاء الله ما يكون كلمة برك في بالنسبة للموضوع هذا الانفتاح. شوف اقتصادي يعني ما قلتش الاقتصادي، شوف لهنا أكثر من هذا، أكثر من هذا، من متليلي، من غردايا، من بريان، من ضايا، 2010 داروا رسالة يا جماعة داروا لنا حد شبكة المخدرات، لان هي اللي راهي تضر الاقتصاد، هي اللي تضر العلاقات لا بين المتساكل ولا منطقة خلاف. وهذا عنده صله بالوش يجري في الحدود يعني. جيد، سنعود ان شاء الله. انتهى وقت البرنامج. لحظه برك، هما قضيه التصنيفات العرقيه تكلمنا اثرها الزملاء، العروبه في الجزائر وش هي؟ هي اللغه. اقول وجدت في الجزائر عربا يعادون العربيه هنا الفرنكفونيين، ولم اجد اباضيا يعاد العربي بما فيهم الأباضيين الفرنكفونيين. على اختلاف مكونات المجتمع الجزائري، هذه هي مكمن القوة، وهذه هي مكمن النوعية داخل المجتمع الجزائري. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الأفاضل. أتوجه بالشكر لك العربي زواق الإعلامي، كما أشكر الأستاذ حاج داود نجار مدير أسبوعية الواحة. شكرا سيدي. شكر موصول لك الأستاذ خنيسة أحمد أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الجزائر. شكرا سيدي. وشكرا لك أيضا سي عبد الوهاب جاكون مدير يومية لانوفرت. عفوا.
حاجه ان شاء الله. يعني وقت قصير وتعود المياه الى مجاريها بالنسبه لغردايا وبالنسبه لسكان غردايا. املنا هو كذلك مشاهدينا الافاضل كما قلت في بدايه هذه الحلقه، ليس الهدف هو اثاره النعرات واثاره الفتن ما الى ذلك، وانما حاولنا ان نتناقش في بعض يعني التشخيص لمشكله غردايا. ان شاء الله ستكون لنا فرص قادمه واعداد قادمه للحديث عن هذه القضيه. شكرا على المتابعه والى اللقاء. I'm sorry.